ينضم الينا ايضا الاستاذ محمد ابو عاصي الخبير الاقتصادي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه، واهلا بكل متابعين حضرتك وكل مشاهديك. الصين واحدة من أهم الدول المصدرة إلى مصر، وحجم التبادل والتعاون التجاري ما بين مصر والصين هو واحد من أعلى المعدلات ما بين الدول. بتقرأ إزاي هذا الوضع، وإزاي هذه نوعية من الاتفاقات، وشفنا النهاردة عدد كبير من اتفاقات التعاون اللي تم توقيعها اليوم في بكين، إزاي ده هيحسن كمان في التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين؟ هو فيما يخص النقطة دي بالتحديد، أنا ليا قراءة خاصة فيما تخصها أو فيما يخص المحددات بتاعتها والمخرجات بتاعت الزيارة للرئيس المصري، لأن دي زيارة مش مجرد زيارة للاحتفال بمرور كذا سنة على العلاقات ما بين البلدين أو القصة دي إطلاقا. أعتقد إن الزيارة الحالية بتوصل رسائل مهمة جدا. كان كلنا بنتكلم من وقت للتاني نقول إن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة فعلا، لكن النهارده هو فعلا ما يحدث هو ترجمه سياسيه واقتصاديه للاوضاع اللي بتمر بها مصر. مصر عندها كتير من العقبات الاقتصاديه في الوقت الحالي، لانها بتبني وبتتوسع اقتصاديا في توقيت اعظم او اكبر او اكثر اقتصادات العالم قوه بينكمش او بيوقف عمليات البنى والتنميه من ناحيته، لكن مصر بتبني ما عندهاش خيار او بديل. خلاص بدات مرحله البنى بقى لها فتره كبيره، مرحله الاصلاحات الحقيقيه مش الاصلاحات اللي هي بتبقى مجرد تصريحات حكوميه من وقت للتاني. العلاقات اللي بتبقى بينها وبين الدول مش برضو مجرد العلاقات اللي بتبقى شعارات رنانة في خطابات الحكومة، لا، انت بتطلع النهاردة تروح اي دولة تبدأ توقع معها اتفاقات وبروتوكولات. واعتقد اخر زيارة للرئيس مجلس الوزراء هناك كان تم الاتفاق وتوقيع بروتوكولات تعاون وعقود بقيمة حوالي 25 مليار دولار، وده كان رقم ضخم يمكن ما تمش إلقاء الضوء عليه بالقدر الكافي مثلا على غرار صفقة رأس الحكمة أو غيرها، لكن هو رقم ضخم ويبقى رقم ضخم لأن أنت تتوجه ناحية الصناعة بشكل قوي. كمان في نقطة تانية، مصر مش هي اللي محتاجة كمان دعم الصين وخلاص، لا، مصر كمان أو الصين محتاجة دعم مصر بقوة خلال الفترة الأخيرة، وكأنها بتوجه رسالة واضحة إن أنا هكون مع مصلحتي. مصلحتي بتقول ان انا النهارده او الفتره الاخيره او الفتره الحاليه في اتجاه من الجانب الاوروبي او الجانب الامريكي ان انا ما اخدش منه كافه العلاقات الاقتصاديه اللي انا محتاجها. لا، انا متواجد النهارده في الصين في المعسكر الشرقي اللي مش هلاقيه هنا، هلاقيه هنا بس مش هلاقي بمجرد الدعم اطلاقا. انا النهارده رايح بقول انا عايز منك استثمارات، وانا كمان هقدم لك زي ما مصر بتوصل رساله للصين النهارده. النهارده الصين كانت حسب اخر بعض المفاوضات ليها كانت الحصول على حقوق استغلال مواني في منطقه الشرق الاوسط، وتدخلت امريكا لانها توقفت الصفقات الكتير دي ليها مع عدد من الدول المحيطه بمصر. لكن مصر اعتقد ان هي خلال الاسبوع اللي فات كان تم اعلان رسميا ان الصين بتاخد حقوق تنميه مينا طابا، وده واحد من المواني اللي هيكون قويه جدا في مصر خلال الفتره الجايه، خاصه انه هيربط مع مينا العريش، وهيبقى في قناه السويس محموله على ظهر القطارات ما بين مينا العريش ومينا طابا، فدي قصه ثانيه او مشروع ثاني. زي الدكتور ضياء ما تفضل وقال في المداخله اللي قبل مني ان هيكون في مشروع مهم جدا او في مشروعات مهمه جدا لعمليه اعاده او بناء في العالمين الجديده، منطقه العالمين الجديده هناك في الابراج اللي بيتم بنائها من الصين. عايز اقول لحضرتك ان حسب معلوماتي الشخصيه في النقطه دي، وده غير معلن غير بعض الاوساط السياسيه داخل الحكومه، ان الصين بتبني قاعده علميه ليها عندنا هنا في مصر اللي هي مختبرات تكنولوجيا الكوانتم وتكنولوجيا الكم، ودي اصلا مختبرات من الخطر انها تتحرك بره الصين. لا، الصين اختارت مصر الدوله الوحيده على مستوى العالم وعشان تبني فيها، معناها ان عارفه ان مصر هتكون شريك قوي، خاصه وان مصر حتى الان، وانا بخلط في الكلام بتاعي ما بين السياسه والاقتصاد لان هو ده اللي حاصل فعليا. النهارده الرئيس في يوم حساس زي ده بيسافر ويروح يقعد هناك معاهم ويبدا يتكلم عشان هو عارف ان هو هيلتقي كمان النهارده وبكره حسب برضه جدول الزياره بتاعته حسب ما تسرب من معلومات عدد كبير من الشركات. اهم بقى نقطه او اهم ملف فعلا احنا بنتكلم فيه وهو ملف الديون. الصين تعتبر واحده من الدول الدائنه او يعتبر صاحبه اكبر ديون حسب المعلن كدوله لمصر في النقطه دي. في بعض الديون غير معلنه ما بيننا وما بين الصين، لكن الصين الفترة الأخيرة اعتمدت تكنولوجيا أو بمعنى أدق طريقة تعامل ما بيننا وما بينهم مختلفة شوية فيما يخص نقطة مبادلة الدين. احنا أول دولة الصين بتبدأ معاها عملية مبادلة الديون اللي هي تحويل الديون من الدولار للجنيه المصري، ويتم إقامة مشروعات بها، وفي إسقاط لعدد كبير من الديون هيحصل خلال الفترة القادمة. صحيح، ودي الأهمية القصوى طبعا لهذه النوعية من الزيارات والعلاقات. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد أبو عاصي الخبير الاقتصادي.